ونحن من أولئك. لن يؤتى الشرق ولن يؤتى هذا الريف، ريف كسلة تحديدا، من قبل الأدعياء ومن قبل المزورين ومن قبل الذين ينتحلون أسماء وصفات أخرى. هذه هي الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة، أقول دوما الاتحاد قوة إخوتي الكرام، وأنتم تدركون هذا، وقيادة هذا المجلس وقيادة التنسيقية تدرك هذا، وهذا الذي تحقق في وجود في ظل وجود المجلس الأعلى برعاية برئاسة الناظر تيريك الذي هو رئيس المجلس وهو رئيس التنسيقية. وتيريك ميريك يا أخواننا ما شعار، زي ما أنا بقول دائما، تيريك ميريك ده فهم ورؤية ومفاهيم التي التف حولها كل جماهير شرق السودان. من أجل ماذا؟ ما من أجل الآن تيريك يا أخواننا أصبح أنشودة في لسان كل السودان، ليس شرق السودان. الجنين تقول تيريك ميريك، الشمالية تقول تيريك ميريك، دارفور جابوا لها السلام المشوه ده بتقول تيريك، الإقليم الأوسط يقول تيريك. ماذا تبقى لكم؟ أنتم أصحاب الحضارة، أنتم أصحاب الريادة، أنتم أصحاب هذه الأرض. الكلام ده إحنا ما بنقوله عشان نعبي، لكن دي الحقيقة المفروض أي واحد موجود هنا يعرفها ويدركها ويوصلها لأهله. الآن كل أنظار السودان تتجه إلى هذا الشرق، وكل أنظار السودان تتجه إلى هذا الرمز القائد تيريك. نحن يا أخواننا عندما نقول تيريك ميريك لأنه يحقق طموحات شرق السودان، لأنه يحقق طموحات كل السودان، لأنه يحقق طموحات كل مناطق المهمشة في السودان. لذلك يا إخوتي الكرام نريد أن نقول باختصار شديد، باختصار شديد كما ذكرها لي السيد الناظر الآن، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيز العدا، ونحن لها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للغياد البارز البشمهندس جعفر محمد عالم، الكلمه الدافئه. اهل السبدرات عنده، اهل التاريخ والعرض. يا جماعه نحن كلامنا واضح، قلنا بس ارجوبه ما دارينه حكومه عمره شكلها مرانا، نطالب بتغيير المسير زي ما منعوها لغرب السودان. والان الخطوه ماشيه والتسعيد ماشي بقياده ناظر عموم قبائل الهدندوه ورئيس المجلس الأعلى لوزارة البيجا ورئيس تنسيقية الشرق. الآن أكون مع الشاعر تيمور محمد طاول. السلام عليكم يا نصراني، أنا نادر دائما يتونا ياسر دائما يتونا باروكنا وطننا دائما وين اللي يكيد أكويا وقت بناوي أفهمان وين اللي يكيد أكويا وقت بناوي هذه تنين دمّا إنابي دمّا تسوحك تالا أمين ونقريش دمّا.